اي زول يجب دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام زيها نفسها ما فيها تمييع ولا تحريف ولا تغيير لابد يحصل له عداء وقد يطردوك من بلدك كله. العداء ده كله ليه؟ لانه قال لم يأتي احد بمثل ما جئت به الا عودي. دي الدعوة الوحيدة اللي بيعادوها كده. وريني دعوة قاعدين يعادوها. جماعة التبليغ عندها 6 مراكز داخل تل ابيب داخل اسرائيل زاد. الصوفية بيخشوا كده ليه المانيا وبيجيبوا اليورو ولا ابصل عداك مين الماني يبنوا بيه وقنا حاجات في السوق الشعبي الخرطوم ما بيزول بيعاديه. دي الدعوة اللي بيعادوها الناس الوحيدة. ليه؟ لانه قال لم يأتي احد بمثل ما جئت به الا عودي.